حاجة لله. حاجة لله ايه ده عيد؟ حاجة لله. حاجة لله. نفسي اجيب حاجة والنبي. كل سنة وانتم طيبين. لا مش هنكتفوا بيها. طب استني بس، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. عيد مبارك. عيد مبارك عليكم. عيد اضحى مبارك عليكم. نعم. عيد فطر مبارك عليكم باذن الله. عايز اقول لك على حاجة. ده غني زي حياة يا خروف العيد. بتقولوا المصحف؟ معانا طبعا الاماه فيروز حبيبتي. كل سنه طيبه يا حبيبتي. انت طيب. بوس ايدي. بوس ايدي طيب الاول. احمد. طب بوس ايدي. بصي يا احمد ده تعمل معانا حركه حلوه. اصلا بوس ايدي يا اصلا. انا بابا حبيبي. اعمل معانا حركه. استنى. بوس ايدي اصلا. اصلا بوس ايدي اصلا. دي قاعد كده. اوبا. بامانه والله. مين دي؟ طب استنى. غزل؟ طب استنى اجيب القهوه بتاعتي. كل سنه طيبه في حياه. تعالى هي حياه دايما تيجي بالنصايب كده. حياه دايما. عايز اقول لك ايه؟ طب نشوفها. فكره تعملها معايا. ايه؟ جيب لنا باكو فلوس كبير كده. ماشي. يدي لكل واحد فينا. قول له خد اللي يرضيك. طب نشوف البت اللي اتعورت بس. هربت في ثانيه. تعالى شويه. بصوا بقى يا حلوين. كل واحد طبعا دلوقتي هيكتب في الكومنتات. يا ندى هو انت ازاي رايحه تسلي بنت رنجي والتريبونه؟ ازاي؟ احب اقول لك انت وهي وهما في كل مره انت ازالي في شنطه بنتي. اوبا ايه؟ لسه هتصلي بالازاي؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انت مش جاي معانا بقى؟ انت مش جاي معانا بحر ولا ايه؟ والله والله انا جاي بلعب منشيه. شكله كده. عليه فروز. ايه ده؟ لا محمد ثانيه واحده. محمد العيديه السنه اللي فاتت كانت. ده بصي لسه العيديه مش دلوقتي. دي ايه تصبيره كده؟ واخدت اصاله ده دول معايا دلوقتي والله. ده لازم مفلس. هو حد يقدم من بيته ب 70 جنيه؟ 50 جنيه. فين 10 جنيه الثانيه؟ مكه خدتها. فين يا مكه؟ ضحك لسه العيديه. ضحك عليك واعطاك عيديه صغننه؟ قولوا لا. استنى. اوبا المحفظة طلعت. دي الاصالة. المحفظة طلعت. الاصالة. اوبا. 10 ليها تركي. كم؟ 10 ليها تركي. لا مش عايزين. دي ب 15 جنيه. مش عايزين. والله جميل. مش هتصرفيها كمان. المشكلة مش هتصرفيها. لسه الصبح يا جماعة، احنا مستنيين باقي العيلة تصحى. باقي العيلة تلبس. تعالى هنا تعالى هنا. ازاي؟ عجزتي يما. عجزت يما وشاغ جريدك دي، انت لسه ماسحه الشقه بيدك. ومالك يما بيضيتي ليه؟ حتى بودره مش كنت زي يما سمره. غزول غزوله ادينا واحد العسوله. غزوله الاموره يلا ويا الحاجه يا وصلت. ايه الحاجه يا وصلت. كل سنة وانت طيبة يا آية وعبال مليون سنة. وعيد سعيد عليكي. يا رب. مش عايز اقول لهم حاجة لحبايبك؟ كلهم طيبين يا جماعة، ويا رب كده الأيام اللي جاية تكون كلها خير، ورمضان إن شاء الله كده كل واحد كان عايز يدعي دعوة ربنا يحققها له في رمضان بإذن الله. آية ده كفطان؟ اللي أنت لابساه؟ ده كفطان. هو ده الكفطان بقى؟ هو ده ادينا بروتة بالكفطان؟ بروتة كمان عشان حد غطى عليك. أوبا الله أكبر الله أكبر. الله محمد ده محمد انت لابسه كفطان؟ كفطان انت لابسه؟ ادينا بروتة بالكفطان. لا والله ايه كنت في رمضان بتنام الساعة كام؟ في رمضان؟ احنا اخر يوم انا وغزل ويزن نايمين الساعة 5:30. طب كويس، في رمضان كنت بتنام الساعة كام؟ كنت بنام الساعة 4:00. نام الساعة كام؟ بعد الفجر. كنت بتنام الساعة كام؟ 6:00. كنت بتنام الساعة كام؟ 7:00. طب جدع جدع. ندى في رمضان كنت بتنام الساعة كام؟ 8 الصبح. غزل في رمضان كنت بتنام الساعة كام؟ ما اعرفش. تعرفيش اصلا؟ غزل ايه؟ هما تعيط ليه؟ حياة زقتها. والله يا مات اللي حياة ماشي يا حياة. ماشي زعلان منك يا حياة. انا ما تتكرهش والله. ايوه. خلاص 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 يا حياة. خلاص اهدى بابا خلاص. تعرفي حياة زقتك ليه؟ مش انت لابسة أحلى منها. ده انت لابسة ما تتكرهش والله. ايوه
خلاص خلص من القصه دي خلاص. وندى وصلت، اللي معاه حمو ما يشيلش همه. والولا صالح حياة لسه ضربة مكة دلوقتي. كلمي ماما لسه هديكوا هديه. لسه ندى ابو محمد اللي لابسه اسم القفطان. اه هو ده القفطان برضو. ندى مقلداكي ولا مين اللي مقلد مين؟ لا انت مش شايف حاجه. انا عبايه مش كفطان. عبايه ولا قفطان؟ انا حد شبه بعض. ايه انا الحاج هند وانا قلت والله انا قلت ماما لابسه طاووس. قلت ايه بقى بس مختلف في ال يلا حاج محمود افتح لنا الباب. حاج محمود افتح الباب يا حاج. يلا يا زين سبحان الله. يا جماعه ندى كل واحد يمسك عيال. امسكي حياه بس. اسمع تعالى استنى استنى. لا استنى خليكم هنا خليكم هنا عشان العربيات عشان العربيات بقى. ايه طبعا الصبح طلع بس العيد اللي فات ما كانش فيه الناس دي كلها. الدنيا زحمه. طب ادفع عربيات يا حياه. حياه في عربيات. استنى 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 محمد خد حياه. محمد حياه بتاع اسد بنت ما تجريش. حياتك كعبلين يا حياه. الى هدى عايزك تمسك حياة في ايدك. خايف من العربيات عليها والله. يا حياة استنى. ايه خدي بنتك ايه. تعالي حياة معايا. بدلك خلاص يا مستر. كل سنة طيبين. عيد سعيد عليكم. بومبا يلا يا جماعة فاضل ايه مع الجامع. انا ماشي بظهري خلي بالكم. يلا بينا يا جماعه. الدنيا قلق. كنت هات ابو كريم معانا الجامع. احنا رايحين عمره ونهبط. لا استنى عشان هنا في عربيات بقى. ايام استنى بقى رايحين الكعبه. يا اما يا رب يا حياه يا حياه خلي بالك يا حياه. طب امشي على رصيف. يلا يلا امشي على رصيف. يلا طبعا يا جماعه رايحين الجامع. وصلنا الجامع اهو الحمد لله. طبعا يا جماعه كل عيد اول ناس نوصلوا الجامع احنا. خلينا بقى عايزين ايه ورا جنب البيت حته مع نفسنا كده. تعالي حياة هنا. حياة فين؟ حياة احنا هنا يا حياة. هدى بص هدى خلينا في الزاوية اللي هناك خالص دي مع نفسنا كده. طبعا امنيه جايه تصلي بشعرها. بصوا يا جماعه نظبطوا مكان ونكمله. هدى طبعا رايح يسرق حصيره في الكام. لا هنا هنا خليكم هنا خليكم هنا. هدى هيسرق حصيره من الجامع. تعالي يا فارس هنا. فارس هنا بتاع مكان الرجاله هنا. بيسرق حصيره من الجامع. بيسرق حصيره من الجامع. الصلاه. سرق الحصيره. يلا. اوبا الشيخ قفش وباين. لا. الشيخ قفش حوض. لا يسلم عليه. ها؟ ايه يا فاروز الشيخ عمل ايه؟ يلا بينا. هدى الشيخ قال لك حاجة؟ الشيخ قال لك حاجة؟ اللي بتعمل انا عاوز بس يا جماعة احنا في جامع. هدى بالطول كده. هدى مين؟ بالطول كده اهي. هات من اول هناك كده عشان احنا عاوزين بالطول كده عشان محدش يقعد جنبنا بس. ايوه 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 ايو
لا لا يا واحدة حلوة، احنا ما فات كنا واحدة برضه ده. وهند كمان يا جماعه، حد ناقص عندنا؟ انا حاسس ان في حد ناقص. مين ناقص عندنا؟ قول انت. سلمى. سلمى و... سلمى صح. سلمى بس طول عمرها ما بتجيش معانا الصلاه، طول عمرها ما بتحبش تصلي. سلمى الله اكبر. الله اكبر. والحمد لله كثيرا. بابا والله هناك في حد. اه في سيدات. يا ما هقبض على وشك من هنا. خبطت عليهم. لا ما ينفعش خبط عليهم. ما تضحكي عشان تصور. في سيدات كلها حبسوها في المستشفى. اه حبسوها. ليه؟ ما عشان جم بدري. ما بيعملوا شقاوة. الهبة ضاعت. صلاة يا جماعة. يلا يلا الصلاة. يلا يلا طبعا يا جماعة الصلاة تبدأ. صلاة العيد كل سنة وانتم طيبين. يلا حضر الصلاة يا جماعة. يلا حضر. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. كل سنة طيبة يا أمي. كل سنة طيبة يا محمد. كل سنة طيبة يا أسطورة. كل سنة طيبة يا فيروز يا حبيبتي. كل سنة طيبة يا جولجو. صليتيش برضه. كل سنة طيبة يا صالح. لا مش هيوقعوا بلدينا.